يعاني مستشفى جالو المركزي الذي يعتبر من أهم المنشآت الطبية ببلدية الواحات من سوء في الخدمات المقدمة للمواطنين. المستشفى يتسع إلى أكثر من 120 سريرا ويغطي كافة مدن الواحات التي تمتد من تزربو جنوبا إلى جدابيا شمالا. المواطنون يشتكون من ضعف الخدمات التي تقدمها شركة الميثاق المشغلة للمستشفى وعدم توفير أبسط الخدمات مثل التحاليل الطبية والأكسجين وغيرها من المعدات التشغيلية. أكيد يكون في بعض القصور في بعض الجوانب اللي هن ممكن مش متوفرات عندهم حاليا في المستشفى، ونأمل أن من الإدارة الجديدة اللي هي أن هي تسعى في توفيرهن في أقرب وقت ممكن. وأشار بعض المترددين على المستشفى بأن المستشفى لا يعمل بكافة طاقته، مشيرا بأن قسم الطوارئ وجزءا بسيط من العيادات الخارجية بالإضافة إلى قسم النساء والولادة والإيواء هي التي تعمل داخل المؤسسة الصحية، رغم توقيع الشركة المشغلة عقد تشغيل مع وزارة الصحة تبلغ قيمته 1,000,000 دينار ليبي شهريا دون مراقبة من المسؤولين لضعف الخدمات المقدمة من قبل الشركة المشغلة. راح لي سنتين نعالج على مشكلة في الأعصاب في الجزء اليسار، ما حصلتش علاج لتو، لحنتو كنت مع الدكتور علاج داخل ليبيا ما فيش، وكورونا ما نقدرش نسافر برا لمصر أو تونس، فهذه هي المشكلة. لحنتو طالع من عند الدكتور يعني وصلت له بالكاد وصلت له، بس في نفس الوقت ما حصلتش علاج لي 2 عامين على الحال هذا. المواطنون ببلدية الواحات طالبوا بإعادة تبعية المستشفى إلى القوات المسلحة نظرا لأن تبعيته السابقة كانت في الأصل للقوات المسلحة عندما تم تأسيسه. وفي انتظار الحلول يتمنى مواطنو الواحات أن تتطور الخدمة الطبية بالمستشفيات كي لا يضطروا للسفر مئات الكيلومترات بحثا على العلاج. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.